أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد فاز معنا في هذا الأسبوع في مسابقة أجمل تلاوة التي يقيمها مسجد لالباشا المتسابق محمد حبيب. طبعا تلاوته جيدة وطيبة ومباركة، ولكن هنالك ملاحظة بسيطة، أنه عند قوله تعالى الرجيم الرحمن الرحيم هو أعطى الراء شيئا من الشدة وأطبق شفتيه، وطبعا ينبغي أن يلفظها هكذا الرجيم الرحمن الرحيم. نرجو ونتمنى له دوام التوفيق، وكذلك لجميع المتسابقين. الشكر لأصحاب المشاركات كافة، ونخص منهم أصحاب أفضل مشاركات: المتسابق علاء حنش والمتسابق محمد الحموي، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما عن الآيات المختارة للمسابقة القادمة فهي من سورة إبراهيم من الآية 24 إلى الآية 27. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. صدق الله العظيم.